فرق التقصي الوبائي هي خط الدفاع الأول لمواجهة جائحة كورونا، إذ يعملون وسط ظروف استثنائية وصعبة، خاصة في ظل زيادة انتشار الفيروس بشكل كبير. رؤيا رافقت فرق التقصي الوبائي في محافظة الطفيلة وعادت بالتقرير التالي. أكيد كثير منا حمل ونقل هذا الفيروس لأهله، لبيته، لأبوه، لأمه، لأولاده، وفي أمثلة كثيرة من حياتنا الأطباء، حياة الأطباء كثير منهم نقلوا هذا الفيروس وهذا الوباء لبيوتهم. أنا الدكتور محمد رعود من مديرية صحة الطفيلة بفرق التقصي الوبائي. احنا بنبلش في فرق متعددة في محافظة الطفيلة، نشتغل بنظام الشفتات، غالبا يبدأ يومنا من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 12، الساعة 1 فجرا. الصعوبات اللي بنواجهها كأي فريق تقصي، أعتقد نتفق جميع الفرق الموجودة في البلد على صعوبات معينة، منها هي تأتي على شكلين: صعوبات ككادر طبي وصعوبات من المواطنين. صعوبات الكادر الطبي، المواد اللي المتوفرة لنا طبعا هي متوفرة بشكل ممتاز، لكن هل هي المواد المستهدفة أو المواد المطلوبة؟ على سبيل المثال الكمامات اللي بنلبسهن مش هذول الكمامات الصحيحة، لا، هي العملية نحتاج الكمامات N95 وهي مش موجودة. توفر لنا بالسابق أفرهولات صحية لعمليات التقصي، الآن غير موجودة. بقية الملابس والأمور الوقائية متوفرة بشكل رائع. بعض المواطنين مش متقبلين عملنا، بعض الآخر مش مقتنع بالحالة الوبائية في البلد. صعوبات المواطنين يرفضوا، بعضهم يرفض انه نسوي لهم فحوصات. هل هو خوف من الحاله الوبائيه او من الخوف من بصمه العار او وصمه العار بخافوا منها؟ بشكل عام في شغل. بنعرف انه فقدنا اعداد كبيره من الاطباء، واعداد اخرى الان على اسره الشفاء، واعداد اخرى الوضع سيء، واغلبنا الان ينتظر هذه اللحظه، لحظه الاصابه، والبعض الاخر ينتظر لحظات الوداع مع عائلته، مع اطفاله، مع اهله، واغلبنا لا يستطيع ان يقوم بزياره لوالديه. رجوعنا للبيت هذا بحد ذاته حكايه. حكاية هل تأخذ مجرى، حكاية مؤلمة، حكاية حقيقية، حكاية مزعجة، هي حكاية موجودة وحكاية مؤلمة. رجوعنا للبيت في شيء من الحزن، أطفالنا يتسابقون لاحتضاننا، لا نستطيع احتضانهم. نحاول العزلة، نبتعد عن أولادنا، نبتعد عن أزواجنا، نبتعد عن بيوتنا قدر المستطاع. هاي بلدنا وهذا أردننا، وإذا اليوم إحنا قدرنا ككادر طبي نقوم بواجبنا، للأسف أعتقد قريباً ما رح نقدر نقوم بشيء مع هذه الإصابات الكوادر الطبية. والله يحفظ هاي البلد، يحفظ أبناء هذه البلد، ويحفظنا جميعاً إن شاء الله.